قرب معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا، حيث يقام هنا اعتصام لأجل مرضى السرطان في هذه المنطقة بعد عجز المنظمات الطبية والهيئات الطبية عن تقديم العلاج لهم في شمال غرب سوريا بسبب نقص المراكز وعدم وجود مركز مخصص لمرضى السرطان. تابعوا معي في هذه الجولة من هذا الاعتصام. أرجوكم أنكم تأخذوا لي الشباب كلها حسب الله ونعم الوكيل، إنه تأخذوا لي إياهم تعالجونهم. سمت عليكم جاه الله ومحمد والرسل، إنه ابني لما عم يتألم قلوبنا عم تتألم، قلوبنا تتألم. عندكم أطفال وعندكم نساء وعندكم أبناء، وكل مين يسمعني يطول عمركم ويخلي لكم أولادكم أنكم تسعوا. كم هلا كم صار له بدون علاج؟ صار له شيء 7 شهور بلا علاج. لازم تستكمل رحلتها. ولازم تستكمل علاجها وتدخل على تركيا، بيقولوا لي بحيث اذا بدنا ندخلها لوحده. ابوها ما بنخليه يدخل مع مرافق. قلت لهم طيب هو ابوها اللي عم يعالجها وبيروح وبيجي معه. بيقولوا لي انه تواصلي مع حدا هونيك يستلمها. قلت لهم ما عندي حدا، لو عندي حدا انا ما بخلي بنتي 7 شهور تتاخر على علاجها، انه بتضل هون عندي بين ايدي عم تدوب وما عم بحسن اعمل لها شيء من المرض. اليوم في هذا الاعتصام هو احد فعاليات حمله انقذوا مرضى السرطان. العنوان مرض السرطان لا ينتظر. 608 من المرضى بحاجه لدخول اسعاف الى تركيا. 3000 مريض سرطان في شمال واكثر في شمال غرب سوريا بحاجه الى علاج. يقوم قطاع الصحه بتامين الخدمات الصحيه جزء من هؤلاء المرضى. 608 هم بحاجه الى دخول اسعافي. لا نملك لا جرعات كيماويه ولا نملك ايضا وسائل الاستقصاء الخاصه بهم. منهم بحاجه الى علاج شعاعي وبيولوجي. 3100 مريض بمرض السرطان ينتظرون تقديم العلاج لهم. 608 منهم بحسب مديرية الصحة في إدلب هم بحاجة إلى تدخل طبي فوري ودخولهم إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج بسبب عدم وجود المراكز والعلاج المخصص الذين يحتاجونه في شمال غرب سوريا. ينتظرون جميعا قرار بإدخالهم إلى الأراضي التركية من أجل تلقي العلاج، ويناشدون الجميع، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية، الأمم المتحدة للتحرك من أجل إنقاذ هؤلاء المرضى. مصطفى الخلف لقناة الرافدين.